عليك انا حامل وصحيت كل الدنيا جهات بتولد. الحمد لله. انا كنت هنزل اشيل ابني افرح بيه. الحمد لله. هي ما قالتش غير الحمد لله. نزلت بكاميرا التفاصيل في حلوان. نزلت علشان وقعة ممكن ما تكونش لاول مره بيشوفها السادة المشاهدين، ولكن فيها تفاصيل كتير قوي. عارفين انتوا لما تيجي تقول انا مت من الخوف، الست اللي انا رايحة لها دي فعلا ماتت من الخوف. عارفين انت لما كنت تقول انا كنت مرعوب وميت من الرعب، الست اللي انا هطلع لها دي فعلا عاشت اصعب لحظات حياتها. زوجة جوزها مسافر خارج مصر بوقع حال ناس كتير في ولادنا، يقرر حرامي يسرقها وينط على بيتها وياخد اللي فيه. مش دي الغريبة؟ الغريبة ان الست دي كان بقالها 6 سنين متجوزة وبتدور ان هي تجيب حتة عيل يونس عليها حياتها هي وجوزها. بالفعل حامل، حرامي بقى مش ينط على البيت ويسرق اللي فيه، لا، يسرق اللي فيه ويسرق حلمها وفرحتها كمان، ويشق بطنها يجيب ابنها ويموت. ترجته يسيبه، ترجته بمعنى الكلمة، ما استجبش. تعالوا نسمع منها الحكاية بأدق التفاصيل على صدى البلد. تو هنتكلم عن السادة المشاهدين ده، هتشوفوا كتير لان من الاولى ان صاحبه يتكلم عنه. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نورت بيتك ومكانك. الله يخليك. ربنا ربنا يخليك لجوزك ولاهلك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قدر الله ما شاء. ما قلتيش غير الحمد لله. اه طبعا الحمد لله جدا، يعني ربنا كبير جدا وفي كل حاجه، و الحمد لله عدت على خير وقدر ونصيب وربنا عايز كده يعني. الحمد لله. الحمد لله. كان فاضل اسبوع ونولد ونبقى ماما بقى. اه يعني اسبوعين كده يعني. هو انا كنت اول يوم في التاسع وكنت بقى رايحه خلاص بجيب الشنطه وجايه للدكتور هنا عشان يحدد لي بقى فاضلي اسبوع اتنين كده يعني. بس باذن الله ربنا يعوض عليكي وهتبقي احلى ام في الدنيا. الحمد لله. سمعتي الصوت وانت نايمه؟ صوت؟ لا، انا كنت مع محمد. هو بيصور او هو مثلا بيسهر لحد 4 5، بس اليومين دول كان بيعمل عمره، فانا كنت معاه متابعاه وكان خلاص بقى عند الحرم وكنت واقفه معاه وبندعي مع بعض وشايفاه بقى لايف وكده. ف قال لي بس انا هطلع هصلي وهطلع الفندق واكلمك من فوق. فغفلت كده وانا قاعده على السرير. هي كانت الساعه دي يعني ساعه بالظبط وصحيت بقى. بس وانا كنت واقفه هي الصلاه زي كده مثلا وانا في الاوضه، فقمت فلمحت حد في الصالة فخفت ورجعت. سمعت نطته؟ لا، سمعت خيال، شفت خيال حد في الصالة عندي. فخفت وجيت حاولت ازق الباب بس هو كان دخل يعني وبس يعني. كنت بقى حصلت بقى المواجهة يعني. شفت كتير ان انت قلتي يعني تحايلتي عليه سيبني انا وابني وخد اللي انت عايزه.
يعني كل كلامي ان انا ماسكه بطني، انا حامل، حرام عليك انا حامل، انا في التاسع، خد اللي انت عايزه، يعني انت عايز ايه، خد اللي انت عايزه، خد الكريدت، خد اي حاجه من البيت، بس يعني حرام عليك كتير. يعني هي الموضوع كله بيبقى لحظه، انت لو حسبتيها بتبقى هي لحظه، بس انا كانت يعني الموضوع صعب جدا يعني. بس كل كلامي ان انا بتحايل وبترجى وبس يعني. لابس ماسك، كان لابس ماسك وكاب وكان رفيع كده، بس طبعا انا مش شايفه يعني. انا يمكن اللي فضل في ذهني الصوت هو اللي انا لو سمعته اكيد. كان بيقول لك ايه؟ كان بيتكلم وطي صوتك، ما اقعدي، اقعدي نتفاهم. قلت له ما فيش تفاهم، ما فيش حاجه، بس انا كان صوتي مش عالي يعني. انا كان صوتي اساسا يعني، انا كنت حاسه ان انا خلاص هولد يعني من كتر الرعب. فما فيش، انا كل اعصابي كانت مشدوده جدا وانا بتكلم. فانا ما صوتتش غير بعد ان الناس تلحقني، لكن الصوت رعب يعني. ان انا بتكلم وانا خايفه يعني، مش زي ما هو قال في التحقيقات. بس هو عشان إيه؟ انا شفته يعني. هو قال هي عشان صوتت او صوتها عالي، فانا يعني قلت اخلص عليها يعني. هو كان عايز يقتلك يا جهاد؟ هو كان قبل كده سرق شقتين، عمارة جنبنا وعمارة بعديها، بس احنا ما كناش نعرف مين الشخص. هو حصل للجيران عندنا، بس احنا ما كناش نعرف مين، وعملوا محضر وخلاص ان هو سرق، والناس كانت نايمة يعني، كانت عيلة برضه وكل حاجة، بس الناس كانت نايمة تقريبا ليه مواعيد، او سرق ومشي. بس انا شفته يعني. هي الفكرة بقى ان انا كنت مختلفة عن الناس اللي قبلي، ان انا شفته. فهو تقريبا حس ان انا، هو لو سابني وسرق بس، فانا هعرف ان انا اجيبه يعني، ايا كان بقى اي وصف ليا يعني. فعشان كده بقى هو يعني، ده اللي انا حسيته في لحظه وانا بواجهه يعني، او وانا ببص له يعني. بس الحمد لله، استني الحمد. تقعدي بينك وبين نفسك كده تقولي دايما كلام الواحد مع نفسه مختلف، اكيد يعني بيقول حاجات كده تخصه هو. اكيد انا ما كنت يعني، عمري ما كنت اتوقع ان ده يحصل لنا احنا، حتى ناس كتير قوي اللي هو مش متخيلين ان احنا طول عمرنا ناس بنضحك وبنهزر وبنحب الضحك والتفاؤل، ودايما اي حاجه تحصل لنا بنحمد ربنا. بس عمري ما كان في حياتنا او يجي في تفكيرنا الحاجات دي. بنشوفها في الافلام، في الحاجات بنشوفها او نعملها، لكن ان احنا نشوفها كده يعني. انا بقول لك احنا كنا محضرين كل حاجه، وكل او اي ترتيبات او اي حاجه. انا مكلمه الناس كلها، او انا مكلمه ماما بقول لك انا بحضر شنطه الطفل جاهزه. انا يعني على الساعه 12 الظهر انا كنت هاجي هبقى عند الدكتور يعني. ما تاخدش يا جهاد قبلها قلق، زهق، ايه سكوت؟ والله انا كنت يعني شويه كان عندي خوف طبعا، عشان ميعاد الولاده قرب، ومحمد كان لسه بالتصوير كان واخد منه وقت اكتر من كان ممكن يجي بعدها في ميعاد الولاده. فكنت قلقانه ومتوتره. طبيعي. بس يعني اللي هو خوف وزعل شويه ان هو مش معايا والحاجات دي. بس يعني بس انا طول الوقت اللي هو انا بحاول الهي نفسي بحاجات كتير، وبعمل حاجات كتير. يعني انا في المسرح، انا بعمل مسرح تمثيل وكده، وهو كمان مهندس في المجال. فاحنا طول الوقت واحد. بس انا اعلام وهو معهد سينما يعني. بس
وباجي يعني انا باجي هنا عند ماما اقعد يومين مثلا ثلاثه وهنا عند بابا وارجع تاني كده اللي هو انا بحاول نفسك في حملك اللي هو مش عايزه ان انا احس ان انا حامل والحمد لله كان حملي حلو كان كويس جدا وكان انا لحد السابع وانا كنت بعمل حاجات في المسرح عادي جدا والدنيا لطيفه جدا معانا ومفيش حاجه اللي هو مش موت بقى الست الحامل لا هو كان حمله حلو وكان يعني رزقه حلو جاي لنا وكل حاجه والله يعني الحمد لله ست جميله الحمد لله وفرحانه اني شفتك الحمد لله يا بنتي انت اديتينا كلنا حاجه ان انت بتمر بك يعني اكيد اللي مرتي بيه صعب انا يعني من قربي لكن الحمد لله منك جميله قوي الحمد لله الحمد لله جدا على كل اللي جيبه ربنا يعني ما فيش حاجه تانية تردي صبرنا او تصبرنا عن اي حاجه بتحصل غير ان انت تحمدي ربنا على الابتلاء اللي بيجيلك وان هو يبقى على قد الايمان الواحد ده وعلى قد الابتلاء اللي بيجي فالحمد لله هو كان صعب الابتلاء بس الحمد لله الحمد لله كان الحمل رقم كم؟ 3 ان شاء الله الربع يجي ويجي الاعظم ام في الدنيا الحمد باذن الحمد لله ربنا يخليكم لبعض ويديم السعاده والعشره بينكم ربنا يخليك يا رب حرام عليك انا حيوان مسحت كل الدنيا جهاد بتولد الحمد لله لان انا كنت هنزل اشيل ابني افرح بيه الحمد لله هي ما قالتش غير الحمد لله زي ما قلت للساده المشاهدين فعلا الواقعه دي مش لاول مره بنشوفها ولا بنشوف اصحابها لكن الاكيد ان مشاعرهم واحده فكره انك تبقى مرعوب قوي في لحظه او خايف قوي في لحظه مش خايف على نفسك بقى تخايف على امانه وحلم حاجه كبيره قوي نورتيني وشرفتيني والف حمد لله على سلامه المدام الله يسلمك سلامه زينب انا خليك شفت لك فيديو ومراتك كانت في المستشفى يعني عارف انت الواحد بقى بيقول من كل قلبه كده يا رب يصبر قلبك ويطمنك عليها فخروجها بالسلامه ده يمكن يكون ربنا طبطب على قلبك بيه الحمد لله الحمد لله هي دي كانت اهم حاجه عندي انها تطلع لي بالسلامه يعني متجوزين بقالكم 6 سنين بقى 6 سنين جواز وفرحتكم يب ده اول واحد يوصل للتاسع فكان في عليه امل كبير قوي وحلم باي وخلاص وكان فاضل له اسبوع ويتولد فاضل له اسبوع يجي الدنيا يعني هي كانت خلاص على بشاير التاسع هو هي كانت في التاسع اصلا في التاسع اصلا هي اساسا في التاسع يعني احكي بقى انت كده ايه اللي حصل ومين اول حد اتصل بيك وبلغك احكيلي قولي انت التجربه دي عشتها ازاي انا كنت ساعتها في السعوديه بعمل عمره هو كان وشه حلو عليا نونو كانت اول مره اسافر وجيلي شغل بره مصر يعني حصل توقف في الشغل في التصوير بسبب العيد الوطني للسعوديه وبتاع فوقفنا حوالي 3 ايام فعملت تصريح عمره ورحت عملت عمره كنت ساعتها الوقت ده قبليها بساعه يعني كنت بصلي كنت خلصت خلاص الطواف والعمره وتحللت يعني من العمره وكنت بطوف حوالين الكعبه وكنت فاتح الكاميرا اللي انا وجهادي يعني كانت بتطوف معايا حوالين الكعبه وكنا قاعدين ندعي بس لغايه ما الفجر يأذن قلت لها انا هقفل معاكي عشان اصلي الفجر واول ما اوصل الاوتيل هرجع اكلمك بس فصليت الفجر ورجعت الاوتيل
اول ما دخلت الاوتيل لقيت في رساله جايلي من جاري، دي كانت غريبه قوي يعني، ان جاري يكلمني الساعه 6 الصبح يعني بيقول لي انت فين؟ قلت له انا بره مصر في حاجه، قال لي لو تعرف، قلت له انا بره يعني، قال لي لو انت مسافر حاول تنزل لمراتك جابوا لها الاسعاف. فانا كل اللي جه في بالي ان هي خلاص بتولد يعني، في مشاعر لخبطه وخوف وفرحه على ميكس كده. كلمت اخويا لان هو كان ساكن في العماره اللي جنبي على طول، الحق شوف جهاد، هي جهاد بتولد الحقها. يعني انت وصلت الرساله كده، مراتي بتولد، مراتي بتولد، الحق مراتي بتولد. صحيت بابا، صحيت حماتي، صحيت كل الدنيا، جهاد بتولد. الزغاريد بقى اللي في التليفون وبتاع ورايحين يشوف الولد، وكانوا بيحضروا الشنط ليه وبتاع، وطلعوا على هناك. بعد فتره من المفروض بقت ازيد من الطبيعي، ما حدش بقى بيتصل بيا، ما حدش بيرد على تليفوناتي، هو في ايه اللي بيحصل، ما حدش بيرد عليا ليه. عرفت ان كانوا بيحاولوا يطمنوني، ما تقلقش مراتك كويسه، الواد دخل الحضانه بتاع. بعد كده عرفت ان هو مات. فقلت لهم خلاص يعني، طبعا زعلت وانهارت وبتاع، كل اللي كان همي طب جهاد اخبارها ايه، جهاد كويسه سليمه ولا لا. بابا قال لي لو تعرف تنزل مصر انزل. قلت له انا نازل. بس انا كنت ساعتها في مكه، كل الكلام ده حصل يعني في مكه. طبعا ما فيش طيران من مصر من مكه على طول، رحت بري لغايه المدينه ورجعت على القاهره. ما كملتش 30 ساعه كنت في قلب القاهره يعني. في مسافه الطريق بقى من مكه للرياض بري، كنت فاتح الموبايل والفيسبوك وعادي يعني. عرفت من جروب المدينه ان في حاله حرامي دخل، واحد كان بيسال هو ايه اللي كان بيحصل في رقم عند العماره ديت، ايه الاسعاف والشرطه اللي هناك دي كلها. انا كفضول دخل ايه اللي بيحصل، دخلت لقيت حد بيوصف ان في حرامي نط على واحده ست حامل في التسع شهور واتنقلت بالاسعاف والطفل مات. من هنا عرفت، لا انا قعدت حوالي دقيقتين مش مصدق ان ده رقم عمارتي. انا لا انا في حاجه غلط، انا كنت بطلع البطاقه وانا رقمي كام، حصل لي بلوك، انا مش مصدق ان ده مش رقم عمارتي. بتتاكد ده رقم عمارتي؟ ده رقم عمارتي ولا لا؟ انا مخي رفض تصديق الفكره يعني. نزلت على المطار، كنت خلاص يعني كنت نازل المفروض في الطبيعي السيناريو اللي كان في دماغي يعني، لان انا كنت هنزل اشيل ابني افرح بيه، بس نزلت على سيناريو تاني، انا نازل اشيل ابني عشان ادفنه يعني. طلعت على المستشفى، كانت جهاد لسه في الرعايه، عرفت ان هي قعدت في العمليات حوالي 10 ساعات. عرفت انها خدت 9 طعنات من المجرم ده. 9؟ خدت 9 طعنات. 9 طعنات؟ الدكاتره قالوا 9 طعنات في التقارير بتاعتهم. طعنتين منهم جم في نصيب الطفل، جم في ظهر ابني يعني، فمات في بطنها بس، وشالوا لها الطحال وجروح طبعا نافذه، ويعني منهم جرح اللي هي ايديها متربطه فيه، السكينه داخله من هنا خارجه من الناحيه الثانيه. اول ما دخلت شفت مراتك بقى؟ اول ما شفتها هي ما قالتش غير الحمد لله، وقالت لي انا حاولت احمي ابننا، حاولت بس ما عرفتش، حاولت اتوسل له كتير بس هو ما رضيش. اتحايلت عليه؟ اتحايلت عليه كتير يعني، في التحيات لما جت وسالتها كانت بتتحايل عليه، بتقول له انا حامل ارحمني، خد اللي انت عايزه سيبني. بس هو كان بيخلص عليها يعني، 9 طعنات ده تخليص، عايز يخلص عليها، عايز يموتها بس. فقالت لي الكلمه ديت، انا حاولت احافظ على ابننا بس ما قدرتش. انا ما عملتش حاجه غير على سنة الحمد لله، المهم انت كويسه. تقعدوا انتوا الاثنين كده تقولوا لبعض ايه؟ بتواصلوا بعض بتقولوا ايه؟ لا شد حيلك كده، انا عايز اجيب فريق كوره. ان شاء الله ان شاء الله. سؤال بس انا عايزه اساله، هي ليه جهاد ما عدتش عند مامتها وهي حامل زي كل البنات؟ جهاد لسه بتدرس وبتاخد كورسات، وهي
شغاله كرافتنج هاند بايديها يعني. وما فيش يوم كانت فيه قاعده لوحدها، يا يعني اما اختها بتجيلها، انا واخويا ساكن في البيت جنبها، اخويا اخواتي الاثنين، فمراتها عن مرات اخويا بتجيلها او هي بتطلع له. كانت رغبتها. هي رغبتها، بتدرس وقاعده وحواليها اهلي يعني. هي بتبات بس في البيت لوحدها، بس انا اخويا جنبها واخويا التاني جنبها واصحابنا جنبينا وبيعدوا عليها. هي ما كانتش قاعده لوحدها غير للنوم يعني، هي بس هي طول اليوم مش لوحدها، معاها حد، يا اما هي بتخرج للدراسه او للكورس او بتاع، او قاعده عند حد، مش قاعده لوحدها خالص. ان شاء الله حقها يرجع باذن الله. هي اسمها جهاد وليها نصيب في اسمها، وهو كان اسمه بيبرز، كنا مسمينه بيبرز، وبيبرز يعني في الترجمه يعني في الديكشنري ان هو المقاتل او الشجاع او المحارب، فهو هو برضه ليه نصيب في اسمه. انا يجعلني لكم شفيها في يوم الاخر باذن الله. حرام عليك، انا حامل. فمات في بطنها. انا كنت هنزل اشيل ابني افرح بيه،